أين صديقنا محمد؟ 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 السلام عليكم، معاكم وليد المعداوي مخرج الصوت المتحركة وأنا بيتر. حبيت أسجل الكورس بتاعي الليبسنج وأنا قاعد براحتي، مش عايز أتقيد معاك بأي قواعد معينة في القعدة أو الكلام. خلينا أنا كأننا بندردش في ورك شوب مثلا وإحنا قاعدين مع بعض، كأنك قاعد معايا في البيت. أنا بسجل من البيت زي ما أنت شايف، قاعد براحتي، قاعد على الأرض، مفيش أي مشكلة. خلينا نبدأ ونتكلم في جزئين في الليبسنج. الليبسنج هو فن جميل، هو ليه قواعد في حاجات ملوش قواعد في حاجات، هنفهمها ازاي. اول القواعد اللي انا بحب انوه عليها انك ما تتقيدش بشكل حرف معين في الوجه، الاكسبريشنز بتاع الوجه او تعبيرات في الوجه بتاعك، او شكل الشفاه او شكل الفم الماوس بتاعك، ان يبقى في شكل معين لكل الحروف. لا، هو ما فيش اي شكل معين لكل الحروف، لاني انا ببساطه جدا بتكلم غيرك، غير اي حد، فكل واحد فينا بيتكلم بطريقه مختلفه عن الاخر. انا شكل الحرف بتاعي غير شكل الحرف بتاعك، غير شكل الحرف بتاعها غير يعني كل الناس مختلفه في اشكال الحروف واشكال الاكسبريشنز بتاع الوجه اثناء الكلام. دي اول حاجه لازم تبقى عارفها. فاحنا مش هنتقيد بشكل معين. وليكن لو عايز انطق معاك حرف الاي، ايه انا بنطقها بالشكل ده، في ناس بتنطقها باشكال من الفم بتاعها باشكال مختلفه كتير قوي، زي ما بقول مثلا حرف الام او الميم. الميم كده في ناس بتتكلم ميم، في ناس بتتكلم ميم، يعني شكل الحرف انا بشبعه عندي غير ما انت بتشبعه عندك، غير ما الناس كلها، يعني كل واحد مختلف في الحته دي. الكورس بتاعنا هينقسم لحاجتين، محاضرات نظريه عشان اوسع المدارك بتاعتك وافهمك يعني ايه ليبسنج وافهمك القواعد بتاعته، محاضرات عمليه داخل ال 3 دي ستوديو ماكس او المايا او السام. انا عايز اوسع شويه اخليها على كل البرامج، بس خلينا نبدا في الماكس دلوقتي. لما نخلص على الماكس هخش على ممكن المايا والسام ان شاء الله باذن الله. الحقيقه ان الليبسينج بيتكون من كذا حاجه، واكتر منه مجرد حركات شفاه زي ما انا بشوف في الرسوم المتحركه العربيه. الليبسينج عباره عن هيد اكسنتس، يعني حركات راس، حركات فم ونطق فم، وفي حاجات زي ما بتقول البوب اوت او الحروف الانفجاريه اللي بتظهر من خلال بعض المشاهد او بعض المواضع من الكلمات، ببدا اركز عليها بطريقه كرتونش او بطريقه حقيقيه. هتكلم بطريقه خاطئه، المبتدئ بيحرك البق او الفم داخل برنامج في رسوم متحركه في بدايه الطريق. انا هقرب من الكاميرا وهلزق بقي فيها. السلام عليكم، هنتكلم النهارده على كورس الليبسينج. النهارده يوم مختلف، انا اسمي وليد، خليني اتكلم اكتر بطريقه توضح لك ايه هي الاخطاء اللي بيقع فيها المبتدئ. محدش يضحك لو سمحت. الطريقة اللي أنا بتكلم بيها دي طريقة هي خاطئة، بس أنت بتركز على كل حرف أنت بتقوله ببقك، وده غلط. يعني أقصد أقول ببساطة، ما تركزش على كل حرف بيطلع من الشفة أو الشفاه أو الفم أو البق، كل اللغات العربية. ما تركزش على كل حرف، ده غلط. خليني أقول قدامك دلوقتي كلمة هنتعلم من خلالها أنا أقصد إيه دلوقتي. هقول كلمة هنتعلم بطريقة أنا هركز على كل حرف.
خد بالك من شكل الفم. هنتعلم المبتدئ دايما بيركز على كل حرف. هنتعلم. الكلام ده مش مظبوط. انا ممكن اتنقل من حرف الحرف او انطق الكلمة عن طريق 3 اوضاع او وضعين او 4 اوضاع. ازاي؟ شوف هنا بنطق بطريقة الـ4 اوضاع. هنتعلم. هنتعلم 4 اوضاع اختصرت فيهم الـ5 او 6 حروف بتوع الكلمة. ممكن اقولهم على 3 اوضاع. هنتعلم. 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 يعني تحس ان النون والت في بعض، يعني اول جزء من الكلمه في بوزيشن واحد او جزء واحد، وبعدين ال او اللام برفع فيها لساني، بعدين الام في الاخر. ده 3. ممكن اقولها على 2 بس دي صعبه شويه. اتعلم. هنتعلم. لو الكلمه او الجمله بتاعتك سريعه، يعني الشخصيه بتتكلم بسرعه جدا زي ما انا بتكلم دلوقتي، تمام، فهتضطر تمسك حروف، هتحلل، هتسمعها اكتر من مره الجمله، وبعدين هتبدا الحاجات الصعبه او الحاجات السريعه قوي بتدمجها في بعض. لازم تتعلم ازاي الكلام ده من خلال ممارسه معايا في الكورس ان شاء الله. يعني هتكلم بتو بوزيشن. هنتعلم. اتعلم. اتعلم. سريع. السلام عليكم. السلام. 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 تفتحش بق الشخصية انها تنطق حرفين ورا بعض، فيها فتح البق مرتين. ازاي؟ خلينا ناخد مثال. هنقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تمام. لو انت ملاحظ لا ما ينفعش، يبقى كده مرتين ورا بعض. خليها مره واحده وخد الاثنين مع بعض. ازاي؟ السلام. السلام. يبقى دي تاني قاعده حطها في دماغك كويس جدا. الحروف الاساسيه في الليبسنج تقريبا عندي 5 حروف اساسيه. حرف الاي او الا او الالف، حرف ال او اللام، حرف الام، حرف الاو، حرف الاس. دي الحروف الخمسه تقريبا اللي بتطلع منها جميع الحروف الثانيه. يعني ممكن اعمل لو عندي الـ5 حروف دول زي ما هنشوف في التدريبات العمليه، اطلع منهم بقيه الحروف عن طريق ميكس بسيط مع فتح الفم يديني الاكسبريشنز او شكل الحروف كلها. خليني اتكلم وحاول انت تطلع انا بقول ايه من غير ما تسمعني. حبيب قلبي. جي اف اكس. ليبسينج. اختبار بسيط للكلام. شكل الحرف بيعتمد على درجة إشباعه أو درجة اللي أنت بتتجاوز عن الحرف اللي أنت بتحرك بيه فم الشخصية. يعني لو أنا قلت مثلا اختبار بسيط للكلام، للكلام غير للكلام، يبقى أنا بطول الكي فريمز بتاعتي، مدة الحرف المينيموم بتاعها بيكون 2 فريمز أو 2 فريم. دي قاعدة التالتة في الكونسوننت أو الحروف الأساسية. القاعدة دي ما قلش عن مينيموم 2 فريمز. ما ينفعش أحط حرفين ورا بعض في فريمين 2 فريم ورا بعض على طول. ما ينفعش، هتلاقي حركة الفم بتنط معاك وما مش مفهومة. يعني العين ما قدرتش تاخد الحرف ده او تعرف تفهم الحرف ده. عشان اتغلب على الموضوع ده هرجع تاني للنقطه اللي انا بقول لك لازم نتعلم انك تسرق الحرف. اوكي، لو لقيت كلام سريع خد
القاعدة الأولى والثانية مع بعض، إن أنت تقدر توحد بين الحروف مع بعضها، ما تقلش عن 2 فريمز، لكن الماكسيمم بتاعك متاح ليك حسب الساوند تراك اللي عندك، حسب طول المد الحروف. دي حاجة لازم تركز فيها. الهيد اكسنس وعلاقته مع الليبسينج وكلام الشخصية. دايما لما بحب احط تفاعل في المشهد، ما ينفعش اني اعتمد بس على حركة البق او الشفايف، لازم اعتمد على شوية اكسبريشنز للوش زي ما انا بتكلم كده على وشي بالشكل ده، ولازم اعتمد على اثناء ما الشخصية بتتكلم على حركة الراس، دي مهمة جدا. يعني خلينا نقول مثال، مثلا هقول الكورس ده معمول عشان تبقى محترف. لو انا بتكلم الجملة دي بدون ابدأها تاني، بدون اعمل اي حركة براسي، خلينا نشوف الفرق. الكورس ده معمول عشان تبقى محترف، هل في حياة كده؟ انت ممكن تكون عامل لبسين كويس، عامل البوزيشنز كويس، عامل شغل كويس في الشفاه، لكن مش مديني اكسبريشنز خالص، او مش مديني اي هيد اكسنس او اي حركه للراس مع الكلام. فلازم عشان تبقى اللبسين بتاعك كويس لازم تدي اكسبريشنز، لازم تدي هيد اكسنس او حركه للراس عند كلمات معينه. المفروض ان الانيميتور راجل يعرف تمثيل كويس، فانت المفروض انت بتسمع المقطع وبتبدا تحدد الهيد اكسنت بتاعتك فين بالظبط، البوزيشنز بتاعها فين بالظبط اثناء الجمله. خلينا نقول الجمله كمان، هعرف نفسي مثلا، انا اسمي وليد المعداوي، مخرج رسوم متحركه وانيميتور. دلوقتي لو عدت الجمله دي انت نفسك لو عدتها غير ما انا بعدها، انا ممكن اعيدها بكذا هيد اكسنت في الجمله، انت ممكن لو انت لما بتعيدها تديني هيد اكسنت ثاني خالص، دي مفيش نو بروبلم، يعني مفيش اي مشكله. ده الطبيعي ان كل انيميتور ليه الشخصيه بتاعته، فانت عيد اي جمله او عيد نفس الجمله وادي هيد اكسنت بتاعتك. لازم في بدايه المشهد بتاعك بتخطط للهيد اكسنت بتاعتك، للهيت 1 2 3 4. الكورس ده معمول عشان ورا تبقى محترف، اوكي. فكتر الممارسه بتديك ابيلتي حلو قوي او قدره حلو قوي على انك تخطط المشهد بتاع او الجمله بتاعتك تديها الهيت اكسنت بتاعتها مظبوط. السكواش اند ستريتش، التمدد والانبعاج، دايما الطريقه دي بتدي شيء جميل جدا جدا في المشهد بتاعك. ما تخافش انك تفتح البق قوي او تضغط البق قوي وتضغط معاه الوجه، ده بيديك حاجه جميله وممتعه اثناء المشهد بتاعك. خلينا ناخد مثال في جمله، مثلا انا هقول برافو عليك، اوكي. كلمه برافو عليك وانا بقولها مع الحماس في الاداء الصوتي وانا بحرك، ممكن اقول برافو عليك، دي برافو، البق بينزل تحت، بفتح البق قوي حسب نوع الشخصيه او حسب شخصيه الشخصيه بتاعتك، اوكي. خلينا ناخد مثال تاني برضه، واو برافو عليك، تمام. واو دي انت تفتح البق، تفتح البق كويس واعمل ستريتشنج للوجه عشان تدي نوع من المبالغه الكرتونيه في الليبسنج بتاعك، فما تخافش من الطريقه دي عشان تعلي معاك الجوده بتاعت العمل. نصيحه تانية عشان ما تقعش في اللي بيقع فيه تقريبا 95% من الانيميتور، ما تبداش المقطع بتاعك بالليبسنج. ازاي؟ كتير جدا جدا لما يكون عندك مشهد او جمله هتعمل عليها حركه وهتعمل عليها الليبسنج بتاعك، انت المفروض ان انت بتحط الجمله بتسمعها كتير بتكررها بتمثل قدام الكاميرا بطريقتك يعني، وبتخطط المشهد بتاعك عشان تعمل انيميشن للبادي. ففي ناس كتير جدا بتبدا المشهد بالليبسنج، اوكي، يعني من غير ما يخطط او يعمل انيميشن، الاول بيبدا بالليبسنج وبعد كده
بيدخل حركة البادي بتاع الشخصية على الوجه والإكسبريشنز. الحقيقة دي غلط، دي غلط. الصح اللي انت بتخيل ليبسينج في الاخر، لان الليبسينج هو عبارة عن حركة للفم والوجه يبقى تتابعية لحركة للحركة التمثيلية او الحركة جسم الشخصية. فانت المفروض اللي انت بتعمل الانيميشن بتاع جسم الشخصية الاول، وبعد ما بتخلصه تبدأ تعمل تخطيط للليبسينج بتاعك، تحط الهيد اكسنت بتاعتك. خد بالك، شوف احنا برجع كل القواعد ماسكه بعضها، فبترجع للهيد تخطط للهيد اكسنت بتاعتك بناء على الجسم، بناء على الجسم. يعني فرضا انا بقول برافو عليك، اوكي، انا المفروض اعمل حركه الجسم، حركه الجسم كله، حركه الرقبه دي بتبقى مرتبطه بالراس، اوكي، فانا اخليها مع الهيد اكسنت. هعمل الانيميشن بتاع البادي، وبعد كده بعد ما اعمل انيميشن بادي بعمل التخطيط بتاعي لللبسنج بتاعي، عشان اللبسنج بيخدم على البادي انيميشن مش العكس. يا رب اكون قدرت بس اوصل الحته دي. النصيحه بتاعتي اعمل اللبسنج بعد الانيميشن بتاع البادي. ان كنت هتدرس ليبسينج بس دلوقتي، خلاص دي معلومه خليها معاك. كنت عايز بقى تعلي شغلك وتعلي الكواليتي بتاعك وتعمل او تشتغل زي الناس اللي بتشتغل بره. اخر نصيحه لي انصحها لك، ما تعملش ان بتوين في اللسان، الحركه بتاعه اللسان ما تعملش فيها ان بتوين، خليك من حرف بحرف، اوكي، يعني حرف مثلا ال مع حرف الاو، الاو، تمام؟ ما تعملش الاو. في ناس كده كتير جدا بتعمل الحركه دي، بشوفها كتير، بتبص تلاقي الحروف عايمه. ليه؟ لان خد كي فريم على ال وكي فريم على الاو وخلى المسافه بينهم طويله، فتبص تلاقي اللسان كانه بيعوم كده، مغمى عليه يعني، تمام؟ فخد بالك من الحته دي. نصيحة كمان قبل ما انسى، الديالوج بتاعي او المحادثة بتاعتي او السين بتاعي، الكلام، الجملة اللي انا هعمل عليها انيميشن، الديالوج بيعتمد على الهيد اكسنت اللي هي الحركة بتاعت الراس، البادي اكسنت، الهاند اكسنت. الليبسنج ده مجرد حركة للشفايف بتخدم بعد كده على البادي انيميشن. يعني اقصد اقول ان انت تركز كويس في كل مرحله عشان تعلي الجوده بتاعتك في 10 غلطات. خلينا نبدا بقى من المحاضره الجايه ان شاء الله في عمليه الانيميشن على طول.